السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم بفيديو جديد، فيديو عن فتح علبة ال DJI رونين اس سي، اللي هي نظام مانع اهتزاز يسموه ستابلايزر. ماشي، اليوم راح نشوفكم شكو بداخل هاي العلبة، وشين الشغلات الموجودة وياها، وشين الشغلات اللي ممكن مستقبليا تنضاف لها. ماشي، حقيقة كنت استخدم ال اوزمو موبايل، ممكن تعرفوها، مسوي عليها فيديو راح اضيفه بصندوق الوصف. هذيك اوزمو موبايل ايضا ستابلايزر مانع اهتزاز، ولكن تستخدم في او مع الجوال، ما تستخدم مع كاميرا ال DSLR اللي هي الكاميرا اللي العالم بشكل عام يستخدموها، اللي يسموها الاحترافية. ماشي، هسه حاليا نشوف هذه العلبة شكو بداخلها. تمام، طيب هذه قسيمة الشراء، هاي كالعادة يجي بيها مكيف، تعليمات حول مانع الاهتزاز. طيب نجي للشغلات الأساسية. أول شغلة هذا عندنا الباتري. ماشي، أهم نقطة ما تستخدموه إلا أن بالبداية تقومون بشحنه، لأن في حال إذا ما شحنته واستخدمته راح يضعف من عمر البطارية. فمثل ما تشوفون حاليا أني هنا شاحنه سابقا، فسوى حاليا بشحن، فبإمكاني أنه أستخدمه. طيب، فيتواجد معها الباتري مالتها، والباتري مالتها 2450، يعني تقدر تستخدمه لمدة 8 ساعات إلى 10 ساعات. أنا عن نفسي شخصيا استخدمتها حدود 7 ساعات وكان مفعولها جيد جدا. أشني الشيء اللي يميز الاس سي عن السي؟ الاس سي هنا تقدر أنه نقفلها ونرجع من نريد نركب الكاميرا. راح أشوفكم راح اشوفكم ايه هنا عندنا ايه هذه ايه عندنا ايه هذه هنا بيها فتح وغلق. تمام، طيب من راح اجي افتحها او اسوي اعداد معين راح تظل مخزونه، يعني ستني حاليا تنضبطها على هذا الشكل. تمام، ضابطها بهذه الصوره. هسه حاليا بس اقفلها من هنا عن طريق هذه الأزرار الموجودة، هاي الأزرار أقفلها من إيه هنا. شوف عندي قفلت، أجيبها بهاي الصيغة وأقفلها، وأجيب الثانية بهاي الصيغة وأيضا أقفلها. تمام، وهاي أيضا تنقفل، فبهاي الحالة كلها انقفلت عندنا، ونريد نستخدمها بس مجرد انه نفتحها ورأسا نركب عليها الكاميرا ونقدر نستخدمها بكل سهولة. حاليا عندنا هذه، نجي نركب بهاي الصيغة. ماشي، حاليا تركبت عندنا. عندنا هذا وياها الترايبود، حقيقة جدا مفيد، لأنه من سلبيات الأوزمو موبايل كانت عندي ما كان يتركب لها مثل هذا الترايبود. طيب هسه حاليا كملت، عندنا ايش نعتز بعد؟ عندنا هاي ضافوا لها
هذه مع الموبايل، هذه تقدر هذه تضيفها ايضا للكاميرا للستابلايزر عندك، تضيفها بهذا الاتجاه، وبهاي الحالة تقدر مثلا تشوف الصورة او تربط الموبايل على الكاميرا عن طريق هذه. ماشي، عندنا هنا ادوات حتى تفتح هاي البراغي الموجودة هنا حتى تفتحها. ماشي، شوفوا عندنا اتجاه، عندنا هذا الاتجاه وعندنا هذا الاتجاه، شين الفرق ما بين هذا وما بين هذا؟ حقيقة واحد من الاتجاهات يتركب عليه مثلا حامل مال موبايل. ماشي، الاتجاه الثاني تقدر تركب عليه يسموه نظام الفوكس، يعني تقدر تسوي من هي نظام فوكس وتوزن عندك الفوكس، هذا يجي ثاني. هذاك الرونين الاس سي برو يجي معه هذا نظام الفوكس، بينما الرونين الاس سي ما يجي معه هذا النظام. ماشي، وتقدر ايضا من هاي الجهة تركب لها ايضا ترايبود ثاني او ماسك ثاني، تقدر تمسكه من هاي الجهة وتصور بالكاميرا ايضا حتى تسهل عليك عملية التصوير. هذا الشحن مالتها، هذا ايضا التحويل، وبقى عندنا هاي قطعتين، هاي قطعتين تربط على الكاميرا. تمام، بعد وهاي القطعة تثبت على العدسة. ماشي، هسه حاليا راح اشوفكم فقط شو راح نركب هاي كلتها ركب على الكاميرا. ماشي، طيب حبايبي راح اشوفكم حاليا شلون نركب هاي الاجزاء على الكاميرا. هذا نجيبه اول جزء، يركب بهذه الصورة، حاولوا يكون على استقامة، وراها شدوا. واهم نقطة قبل ما نبدي بوضع التوازن للكاميرا، نخلي العدسة اللي نريدها مع الزوم اللي نريده، وراها نسوي الضبط. ماشي، هسه كاميرا جاهزة. بعد عندنا قطعة ثانية، هذه القطعة الثانية، وهاي الفتحة، هاي الفتحة اللي أمامكم هاي تكون من الخارج. أكو هنا زرفين، أكو هذا اللي بجهة الشاشة وأكو الثاني، سووها من جهة الثاني. وأكيد يختلف في حال إذا كان عندنا زوم أكثر طويل بعدوها، إذا كان عندنا قصير تقربوها. ماشي، مثل ما قلنا وديها، نحاول ايضا نوازنه ونجي نشده. طيب هسه ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا هذه هي اللي تمسك العدسة. بعد عندنا هسه هذه حاليا اللي راح تمسك العدسة، نحاول نصعدها. ماشي، حاليا جيد مثل ما تلاحظون، هذا اول عملية. طيب العملية الثانية هي نجي نقعد هاي الكاميرا على مانع الاهتزاز. نجي نقعده بهاي الصيغة. طيب أنا سابقا مسوي وزن، فعندنا هذا
ايه انا حتى نشوف الوزن هسه ثابت، بس راح اشد هذه من جوا ماشي. مثل ما تشاهدون كملت عندنا الكاميرا كاملة هي والاسطبل الازرق ماشي. حاليا شو نسوي؟ نقوم نفتح بهذا، نفتحه مثل ما تشوفون لا فدنا. نفتح هذا الثاني ماشي. هسه نجي من هنا نشغل الكاميرا راح تشوفوا شلون تضبط نفسها مثل ما شاهدتوا. حاليا ضبطت نفسها، راح اشغلكم فقط الشاشة حتى تشوفون. تحياتي لكم، اشوفكم في فيديو قادم. لا تنسوا اللايك والاشتراك، احبكم، في امان الله. حاليا راح اشوفكم بعض اللقطات اللي صورتها في مدينة الحيوانات في هولندا. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة، في امان الله.